استاذ وفاء، ازي حضرتك؟ ازيك يا مصطفى؟ بنرحب بيكي طبعا النهارده، يعني احنا شايفينك يعني انت هتبقى محكمه في ملكات جمال 2023. كلمينا النهارده عن حضورك النهارده. قبل ما نتكلم عن الحضور كلمينا عن الاوتفيت بتاع النهارده. تاني نجلاء، انت ورايا انا امبارح كنت في الفضائيات والنهارده ورايا في دار الاسلحه بذاكره. ابدا وانا ما كذبتش، انا حبيتك العافيه وربنا يحفظك انت وكل الناس الجميله الحلوه اللي بتقول كلمه خير في حق الناس. انا ما فيش، ومش انا قلت قبل كده من داخل على 4 شهور أو 3 شهور ونص قلت انا عملت تخمين؟ ايوه. فده نتيجه تخمين. ما عملتي خسيت النص وبقيت ده مش خسيت النص، انا خسيت الثلاث ارباع. ده انا امبارح في انا الناس بقول يعني انا سجلت مع حبيبتكم الصحفيه خلود سعود وكده، فقعدت تقول في تعليقات ومش تعليقات على، قلت لهم انا دي هدومي والله وخسيت يعني ببتدي اضيق كده يعني. بس انا بقى تبقى صرفه بال 50,000 جنيه و30,000 جنيه لما بتحضر مهرجان او بتحضر احتفاليه زي دي. وفهمك ممكن نقول الاوتفيت بتاع النهارده كان بص يا حبيبتي، ولا كلفني ولا عمل لي حاجه، دي هدومي وكانت عندي، وسيد الكوفير بتعمل 35 سنه وهيدي جلال هم عاملين المكان، فانا والله كلفني السطح. وفاهمك ايه وفاهمك؟ الحمد لله الحمد لله. يعني النهارده نقول انك انت صغرتي بتاع 25 30 سنه. شوف حسدتني. ده الهوا الهوا الهوا. يعني انا عايز اقول لك التخن ده، السمنه دي صعبه جدا، السمنه دي صعبه جدا جدا جدا، واحساسك انك خسيت وانك الهدوم بتاعتك ما كانش بتدخل فيك، ابتدت تدخل فيك ومتأثر بتصغرها يعني، ده حد في حد ذاته هذا وحدان. لا لا ما تعرفش ايه الكارت اللي الرعب اللي انا يعني. انت بتكلمينا انك انت عانيتي وانت يعني في سمنه. أيوة السمنة وحشة ودلوقتي. طب كلمينا الفرق ما بين قبل السمنه وبعد السمنه. ده مرض يجيب لك ضغط ويجيب لك سكر وركبك وعظمك وكل حاجه. بعد كده هو الجميل فيك ان انت الدايت انت بتتعذب فيه، يعني انك تعمل رجيم ده تتعذب فيه، بتبقى عندك حرمان وكل حاجه. لكن انا دلوقتي التكميم ده انك بتاكل الحاجه بنسب قليله جدا، ولكن بتاكل كل اللي نفسك فيها. وانا يعني اعتقد ان بقالي 4 شهور بتعملي دايت، المعده نفسها بحد ذاتها بتقفل. بالاضافه انك انا عايشه تقريبا ب 20% حاجه كده او ربع حاجه كده. نفسيا الموضوع فرق معاكي؟ حلو نفسيا. حلو نفسيا ان انت حاسه انك تخيلي هدومك ما كنتش كنت بتنفخها تعبانه. حلو. انا حاسه ان انا خفيفه رشيقه كده يعني. قولي لنا بقى يعني ازاي تم توفيقك النهارده في لجنه التحكيم؟ لا لا يعني انا هم كلموني الكلام ده على فكره من زمان ومنزله على الفيسبوك ان انا بقول لجنه التحكيم من شهر على فكره، مش حاجه جديده يعني. و اهم المعايير اللي هتختار بناء عليها وفاء مكي ملكه جمال مصر النهارده للسلام. ما ان شاء الله بقى بيبقى في سيستم معين وفي نظام معين. دلوقتي هندخل احنا لسه بره، هندخل وهنقول كل ده بعدين. اهم حاجه بالنسبه لك يعني قولي لنا نقطه كام لازم تبقى موجوده في البنت دي؟ اولا انا شايفه ان الثقافه دي مهمه جدا جدا، تبقى على مستوى عالي جدا من الثقافه، مستوى عالي جدا من العلم، من الفهم، تبقى ملمه بكل حاجه. ده انا بعدين بقى مقاييس ثانيه. الناس بتقول ان ملكات الجمال اهم حاجه تكون جميله وشكلها حلو وعينها خضراء وشكلها عينها خضراء، ده كلنا بنلبس بنلبس عدسات. التخينه هتعمل تكميم. شايفه ان المعايير هي دي ولا انهي معايير اللي بيختاروا عليها؟ برضه ان الله جميل يحب الجمال والله، مش يعني ثقافة، علم، جمال، رشاقة، روح طيبة، قبول، حاجات كتيرة قوي كلها بتكمل بعضها. بس المعايير رقم واحد ايه في اختيار ملكات الجمال؟ ما انا بقول لك كلها بتكمل بعض، يعني انا ما اجيبش واحدة شكلها مش يعني، هي برضو خلقة ربنا ومثقفة، او اجيب العكس ما تبقاش مثقفة وتبقى جميلة، برضو هي فيها ليها معايير ومقاييس معينة. يعني بناء على ايه ممكن نقول ان الفنانة وفاء مكي هتختار؟ اكتر حاجه بتميلي ليها الجمال ولا الثقافه؟ الاثنين؟ ما تجامليش حد؟
كلمينا طيب. بقى عن وفاء مكة الفنانة هتعمل ايه في الفترة الجاية او ايه الجديد؟ ان شاء الله هعمل حاجات حلوة داخلة فيها برمضان، بس انا يعني ان شاء الله نشوفك في رمضان الجاي يا رب. قول يا رب لو اراد ربنا ان شاء الله. انا عايز اقول ان الفنانة وفاء مكة لما بتخش عمل بتفرض سيطرتها عليه بحضورها وكاريزمتها فيه. السنة دي بقى السنة دي ديكي يا نجلاء، لما كنت بعمل رياضة وخلصت الأسايد اللي ورايا فهو قال لي عزمكم على شايفة كوافير وبعدين نقعد أعمل شعري وكذا، يروح يقول أنا عملت دفعت 20,000 جنيه مكياج. طب إيه اللي حصل في اليوم ده؟ بيعلي الريتش بيعلي بقى ده بقى يعني إيه اللي الانتقاد؟ إيه اللي زعلك في حاجة زي كده؟ عشان ما حصلش. طب إيه اللي حصل وقتها؟ ما حصلش حاجه. انت عارف يا سيد ورقه فهمتني؟ تعالى يا سيد تعالى تعالى يا استاذ سيد. طبعا استاذ سيد ظهر معانا في فيديو قبل كده. طبعا الراجل ده جدع معايا. اولا مصطفى زعلان. انت زعلان مننا؟ محدش بيزعل مننا خالص. اولا كتبت على البث ان انا الكوافير ده باخد 20,000 جنيه في المكياج. انا دفعت لك 20,000 جنيه. انتوا ما كنتوش دافعين صح؟ لا 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 ما تاني ما تاني يا مصطفى ما تخليش يسكت يا مصطفى. يعني الكلام يبقى معقول عشان يوصل للناس. ما هو كده كده الكلام وصل للناس، بس انا بقول لك انت ايه ضايقك بس وخلاص. ايه اللي ضايقك؟ ايه اللي ضايقك؟ ما حصلش كلام كذب. خلاص احنا ردينا اهو، وصل للناس انكم انتوا. اللي ضايقني ان انت هتفتح عليها ضرايب. هتفتح عليها ضرايب، هتفتح عليها ابتداء تاني. انا راجل صاحب محل ماشي يعني شغال. الكلام ما حصلش اساسا. الكلام ده مش اساسا. انت بتطلع فواتير؟ طبعا بتطلع فواتير عندك. انا بعمل فواتير وبدفع ضرايبي وبدفع كاميرات وبدفع كل حاجه. انا عايز اقول لك مكي النهارده دفعت كام؟ دفع النهارده اقول لك على حاجه. دي اختي صاحبه المكان وهفضل ادعمها يعني فهماني. مش انا بس اللي بدعمها على فكره. وقولوا لهم على في مروه بغدادي الستايلست وهايدي جلال. ما انا قلت من شويه وبعدين اقول لك على حاجه. مش بدعمها لوجه الله. دي اولا دي عشره عمري. الشغل اللي احنا عملناه كله يعني انا شفت الخير على ايديها. ليه ما اقفش جنبيها؟ انا اشتغلت معاها كتير وعملت. واللبس اللي قالوا عليها دي هدومي وخسيته عملتها وباخد من مروه بغداد اللبس. مش معقول انا كله ده مصطفى ساكن معايا وبعدين يكتب ان انا باخد مكياج 20,000. هو زعل. وانت دخلت معانا المحل يا سيد. حصل خير حصل خير. احنا متفاهمين اللي انتوا بتتكلموا فيه، وان شاء الله الفتره الجايه اكيد هيكون في توضيح اكتر. انا لما قابلتك في المسرح قلت لك يا مصطفى انت مش هسجل معاك والله زعلانه منك. ماشي زعلانه مني. انت جيت لي مع نجلاء حبيبتي مش مشكله. نجلاء حبيبتنا برضو وحبيبه الكل يعني. يعني حرام ما تتواجد. هو لو في اي حاجه بتتعدل، بس انتوا ممكن اللي تكونوا فهمتوا الموضوع غلط يعني وصلت لكم الصوره غلط. لا معاك فلوس ده دلوقتي لما بقول لك انا هاكل منك كل يوم بتطلع. انت زعلان عشان الناس قالت انك معاك فلوس؟ انا زعلان. انا بس خلاص استر احسن من اي حاجه. سنبل ياخد 20,000 جنيه في المكياج. ما انت وضحت وقلت انك انت خلاص من 35 سنه ما تاخدش اي حاجه. ما بيعملش مكياج. هو سيد بيعمل شعر. انا بعمل شعر لكن في انا عملت ميك اب عشان انت عاوز تصور. ولكن المكياج بقى انا بتعمل بالكيل بكام ومكياج بالكوفر ده بياخد 20,000 ده غلط. واخد بالك انا بس ما حدش قال ان هي بتاخد 20,000. انت انا ما قلتش. ما فيش الكلام ده. لا لا ما فيش. اتعدلت كل حاجه لو في اي غلط. خلينا بس الماضي النهارده يعني. خلينا باخد لقاء فخلينا نتكلم عن الامر بتاع النهارده. استاذ وفاء مش حرام انها تحضر في المهرجانات ده؟ هي اللي المحكمه النهارده. ماشي. بص بيبعتوا لك كتير بس احنا ايام شغلنا. بس انا عايز اقول لك ان هي منوره النهارده عن اكتر ايام تاني. انت شفتني امبارح؟ امبارح كنت في المهرجان. اه شفتك امبارح في المهرجان. ما انا شفتك امبارح. اه كنت عارف شفتك عريض كاربت في الفضائيات. اه صح. واختفيت عشان كنت عايز اقول لك. تقولي بقى الجمهور حصل ايه ولا بلاش؟ ايه اللي حصل امبارح؟ العين صابتني. اه اقول العين صابتني ورب العرش مجاني. ايوه الحمد لله كله يجيب ربنا كله. لا النهارده الافيه النهارده. قولي لنا بقى اللي حصل امبارح. ايه اللي حصل معاكي امبارح عشان انت ما تظهريش بعد ما كنت داخل على الريد كاربت؟ على الريد كاربت انا دخلت على الريد كاربت. اه اولا انا البدله بتاعتي اللي انا كنت لابساها امبارح جيت اشوفها لقيتها واسعه عليا. فجي سيد هو البنات اللي عنده قالوا البدله واسعه. خدنا الجاكيت ورحنا ضيقناه. تمام. يبقى لبست بتاع الصلاه اسدال الصلاه وراح خد الجاكيت وضيقوه. طيب من تحت البنطلون طويل واسع. طب اعمل ايه؟ قالوا ما ينفعش. خدت بعضي وروحت البيت.
لبست بنطلون عندي اسود وظبطت مع الجاكيت ورحت خلاص وظبطنا الدنيا ورحت دخلت على الكارب عملت اللقاءات عملت مش عارفه ايه ركبت ثاني في اللي بعمل لقاء وبعمل كده راح الجاكيت كله جاي مفتوح حد بعده ومشيت بكل احترام اما انا اصلا هفضل قاعده في قلق تعالي بقى النهارده ايه اللي حصل انا عايزه اقول لكم ان انا اقف بصور معاكم وانا غرقانه ميه لا هو الجو ممكن يكون حر ولا ايه اللي حصل معاكي ازازه المايه الدنيا كلها ناس حاسه بحر انا الوحيده اللي حاسه لا انت كده حد بيحسدك بقى لازم كده خمسه كده عليك انا مسكتك هدومي ولا شفتي غرقانه مايه ولا لا الازازه اتدلقت عليا وانا هنا داخله على القاع اروح فين انا بعدين خسيتي كده وبقيت زي القمر قفلتي عين هي دي العين بقى هي دي لا هي دي العين بقى هي عشان بقى ما شاء الله خست ولازم تخس هو في ناس خسيتي لحد دلوقتي كام كيلو ما وزنتش والله يا نجلاء بس هدومي باينه خلاص هدومي لا هو من غير هدومي باينه ولا وشي كمان وشي يعني مطبق كده احنا عايزين نشوف مهجه تاني يا رب يا مصطفى ان شاء الله انا نفسي اشوف اعمال حلوه زي مهجه وذئاب الجبل والريان رمضان ده احنا عايزين نشوف حاجه تخرب الدنيا تكسر الدنيا احنا ننسى مهجه بدون اجمل منه ماشي هتوعدينا بحاجه زي كده ان شاء الله هصور معاكي بقى بعد ما تعملي الدور ده ان شاء الله وقصة ان شاء الله منورين ماشي تسلمي عايزينك بقى توجهي يعني رساله اخيره لجمهورك اللي بيتابعك وبيدعمك لحد النهارده انا بحبك جدا ان شاء الله اشكركم من كل قلبي وادعوا لي ربنا معاك ربنا يخليك شكرا جدا ده في اللايف ده انا هاخد الميه ممكن اصور